دكتور أيمن عاشور شهد عدد من الفعاليات الطلابية اللي بيتم تنظيمها لطلاب الجامعات المصرية المشاركين في مهرجان العالم عالمين بمدينة العالمين الجديدة. الوزير كان بيرافقه عمرو الفي الرئيس التنفيذي للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وأكد وزير التعليم العالي أهمية مشاركة الطلاب في مختلف الأنشطة الطلابية. من ناحية تانية أكد الفقي أن في تعاون وثيق بين وزارة التعليم العالي والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لدعم مشاركة طلاب الجامعات في الأنشطة المختلفة سواء كانت رياضية أو ثقافية أو فنية. خلينا نتابع الجولة. بنها بورسعيد الزقازيق بصراحة يعني أنا سعيد بيكو جدا، وده يا فندم الحياة بتاعة الطلبة والأنشطة الطلابية اللي بيعملوها، وأنا ببقى سعيد بيها جدا. إحنا تسلموا يا شباب، أتمنى لكم كل التوفيق وأتمنى لكم تستمتعوا بمدينة من أجمل المدن اللي بنشوفها مش بس في مصر إنما على كل الميديترينيان، حقيقة البحر الأبيض. إحنا فخورين باللي موجود وفخور بيكو النهاردة وانتوا موجودين معانا هنا. اتمنى لكم ان شاء الله قضاء وقت جميل وترجعوا بالسلامه ان شاء الله عشان تيجوا تاني. خلاص، الفكره اشتغلت على فكره العالم عالمين، بان انا ادمج بين الثقافه المصريه بين التراث النوبي او اللي بيكون في البيوت وكده والقضايا الفلسطينيه. يعني شايف ان انتي واخده فعلا مزج ما بين الطابع وربنا يوفقك. هي اللوحه بتقول بتتكلم عن اصحاب الارض. اصحاب الارض متمثله في البطل الام، هي رمز الفلسطيني بالزي التراثي الفلسطيني والمستقبل لاهل فلسطين. متطلعه لقد ايه هي عندها صبر وجلد، ورمزيه هنا للصبار على الصبر والجلد، وحقول البرتقال اللي بتتمثل فيها فلسطين ومشهوره بيها. الشعار بتاع المهرجان السنه دي العالم عالمين، وفي دعم للقضيه الفلسطينيه مع الاحداث اللي بنشهدها دلوقتي، فانا حبيت اعبر عن القضيه عن طريق الموديل. فرسمت بنت صغيره غزاويه في حاله لوليه من العالم الفلسطيني، كنت حابه اصور المعاناه اللي بتحصل لكن بشكل رمزي، وعبرت عن الرمز بالبنت. وطبعا رسمنا هنا في اجواء العالمين وكانت تجربه جميله جدا. انا شايف اللوحات كلها متاثره بالقضيه الفلسطينيه، والحقيقه يعني الواحد تاثر معاكم بالموضوع من كتر ما الحاجات معموله حلوه. وان شاء الله احنا كنا اعلنا اول المهرجان ان احنا 60% من الارباح بتاعه المهرجان ان شاء الله لدعم القضيه الفلسطينيه باذن الله. كلكم بسم الله ما شاء الله، يعني انا شايف قدامي شباب مبدع مبتكر، اتمنى لكم كل الخير، ويعني باذن الله تقضوا ايام جميله هنا وتستمتعوا بالمدينه الجميله دي، ونقدر اننا فعلا كل فتره هيبقى كده. احنا قاعدين طول الصيف، كل الجامعات جايه، كل الشباب الجميل ده جاي، فبشكركم واتمنى لكم كل التوفيق. أقول لك ربنا يوفقكم، أنتوا أولا منورين العالمين، تاني حاجة اللي يعني بصراحة الشغل هايل، يعني أنا بفكر أشتري منك دي على فكرة، يعني بعد ما نمشي من هنا هنشتريها منك. مبروك وربنا يوفقكم كلكم إن شاء الله.
اسمحوا لي برضو ان انا اوجه الشكر الشركة المتحدة ورئيس مجلس الإدارة وكل العاملين فيها على التنظيم اللي احنا شايفينه لدعم الأنشطة الطلابية من كل جامعاتنا المصرية اللي احنا تفقدناها النهاردة. الحقيقة احنا اللي شفناه في بداية الجولة مع عمرو بيه ان في كورال في الجامعات ومجموعات اصواتها بسم الله ما شاء الله مبدعة، فاحنا اتفقنا ان هيبقى فيه اسبوع لكورال الجامعات. وأنا بشكر الحقيقة الشركة المتحدة على دعم الأسبوع ده، هيبقى في تنافس طول الأسبوع، وفي نهاية الأسبوع في المسرح الروماني هنشوف المبدعين من شبابنا في احتفالية، وفي ختام لهذا الأسبوع هنشوف القدرات الفنية الإبداعية لكل شبابنا. في حاجة كمان مهمة جدا الحقيقة، أول مسلسل درامي بيجمع الحياة اليومية لطلاب جامعاتنا على مدى 30 حلقة، وبنشوف ازاي الحياة الطلابية اللي موجودة في جامعاتنا، ازاي الطلبة سواء الطلبة المصريين او الوافدين او من كل الدول، اللي دلوقتي بقى حجم الوافدين الحقيقة اللي بيتلقوا التعليم في جامعاتنا كبير، فاحنا بنوري ازاي جامعاتنا بقى فيها طفرة، البرامج اللي موجودة الجديدة اللي بتخدم وظائف المستقبل وسوق العمل، بنوري البرامج الجديدة بالمعامل الجديدة بحتى ربطها ازاي بسوق العمل. ده كله الحقيقة هيبقى موجود من خلال مسلسل درامي برضه بالتعاون مع الشركة المتحدة. فالعديد من الأنشطة الحقيقة موجودة، والدعم الكبير من الشركة المتحدة إن شاء الله هيعجبهم إن شاء الله. الحقيقة أنا سعيد بوجودكم هنا السنة دي، وإحنا السنة دي اهتمينا إن شباب الجامعات يبقى كلهم معانا، وإن شاء الله كل أسبوع هيبقى معانا شباب من الجامعات، وعملنا يمكن الشاطئ ده مخصوص لشباب الجامعات. أنتوا جيل المستقبل، أنتوا اللي هتحملوا الراية بعد كده، وفي منتهى الأهمية الحقيقة أن أنتوا تيجوا وتتفرجوا على المدن الجديدة وتتفرجوا على اللي بيحصل في العالمين. وانا بشكر معالي الوزير، يمكن احنا تعاوننا مع الوزاره تعاون كبير، مش بس في العالمين، احنا بنعمل برنامج جنزي مع بعض، وفي فكره مسلسل كمان ان شاء الله بنطورها وهنعملها مع بعض. وشكرا ليكم جميعا.